هنبدأ بأول حاجة لسان البقري مع لسان العصفور. اوبا، لسان بقري مع لسان العصفور. ازاي المقادير؟ معانا لسان العصفور متحمر، ومعانا لسان بقري سويناه في بوكيه جرنيه، ومعانا مستوي زي الفل اهوت. حلو الكلام؟ ومعانا بصل وتوم وكعبين من الزبده، معانا شويه فلفل حار، معانا روزماري. هندلع الايه؟ اللسان البقري مع لسان العصفور. والطاسة على النار والمقادير على الشاشه. اللسان بيتكلم اهو ده، هو ده اهو. لسان بقري ومعانا كمان لسان العصفور، ومعانا بصل وتوم وزبده، وتعالوا نشوف هنعرف الاثنين على بعض ازاي، مع ان مفيش فرق خالص، يعني لسان بقري مع لسان عصفور هيتكلموا ويفهموا بعض ازاي، الكلام ده هنشوفه مع بعض. اول حاجه احط معلقتين من زيت الزيتون. حلو قوي. اه، ونحط على الزيت زيتون ده نحط مكعبين من الزبده. حلو، هعمل تركايه كده هتعجب حضراتكم، يعني واحنا في العيد بقى كل سنه طيبين وبنعمل شويه ايه اختراعات كده. حلو قوي. ومعانا عود روزماري. شفت الجو ده كده؟ هو ده جو النهارده، لطيف وجميل. هعمل ايه بقى؟ ده الروزماري ادى فليفر حلو مع الزبده. اه طبعا طبعا طبعا. هناخد لسان العصفور كده، قصدي لسان البقري كده، التحميره دي حلوه اهي. شفت انا بعمل ايه؟ اهو هو طبعا مستوي، بعد ما استوى خدناه كده اهو بالشكل ده كده. انا عايز شويه تيست كده علشان ينزل عليهم لسان العصفور. اه التحميره دي حلوه، التحميره دي حلوه اهو، اللهم صل على النبي اهو. ولسان العصفور بيبقى فيه حته من الاخر ليها لغليغه، ربنا يديك الصحه يا استاذ عادل امام، لغليغه اهيت معانا كده اهي اهي اهي. كل حاجه في الخروف بنستخدمها، حلويات الخروف، البنبار، السجق، الكبده، الكلاوي، الطرب بتاعنا الحلو اللي بنستخدمه، الحاجات الحلوه دي مهمه جدا. انا بحمر لسان العصفور لسان البقري بالشكل ده كده، ولسان العصفور متحمر وجاهز مسكين بيقول ايه اللي بيحصل لي ده؟ ايه اللي بيحصل لي ده؟ نشيل دي من هنا، نشيل دي من هنا. اه. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنحمر بعد التحميره الحلوه دي كده، بننزل بلسان العصفور. الله، هو ده. شفت التحميره دي؟ انا عايزها اتغير لونه واتغير شكله، طعم الزبده مع الروزماري، رشه فلفل حلوه دلوقتي اه. وانت لازم على فكره ده ممكن يكون فطار الصبح حلو، على ما تجهزي بقى الحاجات التانية التقيله بقى على الغدا. يعني انا كان زمان الاسره الكريمه طبعا رحمه الله على الوالده ورحمه الله على الوالد، واللي طبعا ربنا يطولنا في عمرهم اللي موجودين، نذبح نجيب الكبده نعملها على ما نجهزه الغدا. اه كوبايه شاي حلوه كده والجزار بيذبح بقى، كان والدي بيذبح والحاجات الحلوه دي. يعني هي الفكره من الذبيح، مش ان هو يقول لك مثلا طب احنا ممكن نوزع بدل الذبيح دي فلوس، لا، بس هي جبران خاطر بجد. يعني ان انا اصبع الصبح بحته اللحمه الحلوه على الجيران والحبايب والقرايب دي مهمه جدا، واهم حاجه صله الرحم وجبران الخاطر. هناخد لسان العصفور بعد التحميره الحلوه دي يا عم الشيف. الله كده اهو، شيله في الطبق كده لان لنا شغل تاني لسه فيه، ما نستعجلش لسه، ده ما خلص دوره. هنقدمه دلوقتي بطريقه تناسبه وطريقه تليق بيه. ده لسان بقري حلو، يعني مش هنقول ان احنا ذبحنا ضاني وبقري، لا، ده احنا جايبين اللسان البقري ده والضاني كان عندنا اهو اللي هي الكبده. هسيب انا اللغاليغ بتاعه اللسان مع الخضرة الحلوة دي كده، شوية دول كده سيبهم تمام. وعندنا لسان العصفور يا عم الشيف، بننزل عليهم ببصلة ناعمة كده. الله الله اهو، وانزل بشوية شوربة حلوة من الشوربة بتاعت لحمة الرص. الله، هو ده. طريقة جديدة لعمل لسان العصفور مع اللسان البقري. لحمة الراس هنا مدياني شوية شوربة لها شخصيتها، دسمة، فيها التوابل، فيها البهارات، فيها الدهون. اه هنقول بقى النهاردة مفيش هيلسي ولا في دايت، لازم نشارك العيلة والأسرة كده في الأكل الحلو ده كده. ده كده جاهز، ناخد لسان العصفور الحلو ده كده اه، يا ويلي هيستوي هنا بقى في قلب الايه الشوربة دي اه. وهنقدمه في نفس الحلة دي على فكرة، لسان العصفور هيتقدم في نفس الحلة اه.
ليه بقى؟ بعد لسان العصفور ده ما يقرب يستوي وعلى وشك ان هو يستوي، حاجه كده زي الايه البايلا من المطبخ الاسباني، اه بيبقى فيها رز وفيها سمك وفيها فراخ، لا دي فيها لسان بس. بعد لسان العصفور ده ما يستوي يا عم الشيف، هنرص عليه لسان البقري بشكل شيك حلو كده ونقدمه بنفس الطبق. ناخد الشويه دول. حلو تمام. اللهم صل على النبي. نمسك بقى نقلبه كده تقليبه حلوه. لا انا عايز تجيب اللسان العصفور وهو بيتعرف على اللسان البقري. يعني مفيش نسبه وتناسب خالص، بس حاجه شيك قوي. تلاحظ ان لسان العصفور شرب من الشوربه بتاعت لحمه الراس، وانا حمرت طبعا اللسان البقري في قلب الطاسه ونزلت بهم كده، فهتاكل شويه لسان عصفور عايز اقول لك يعني حاجه جميله جدا. اهو اهو ايه الحلاوه دي يا عم الشيف. نسيبه على النار كده زي الفل. رشه فلفل اسود مجروش. فلفل اسود فين يا شباب؟ جيبوا لي فلفل اسود. اه حلو كده تمام. اللهم صل على النبي. وانا شغال كده زي الفل اعمل ايه بقى الرصه الحلوه دي كده. اه وهيخش الفرن يا عم الشيف. اه الف انا وشيفه ليه اللي ياكل. اه لسان عصفور متحمر جاهز، تحميره كلها واحده. اه ده يتدرس بقى، دي طريقه جديده. اه اللغاليغ في قلب لسان العصفور وقطع لسان البقري على الوش كده بالشكل والشياكة دي كده اهو. اللهم صل على النبي. وهندخله الفرن بقى يتسبك كده تسبيكة حلوة ونطلعه. اللهم صل على النبي زي الفل. خلاص ناخد شوية شوربة حلوين هنا كده. تعالي يا حلوة الراس بتاعت الخروف. اه درجة حرارة الفرن عندي كام؟ 180. السؤال للجمهور دلوقتي والكنترول، الصينيه الحلوه دي اللي فيها اللغاليغو ولسان بقري مع لسان عصفور تتحط فين؟ في ارضيه الفرن ولا في نص الفرن؟ بالشياكه والجمال ده كده. اه حد يقول لي بالله عليكم، علشان انا مش هحطها في الفرن غير لما تقولوا لي، كبرت في راسي ده. اه فين يا فندم؟ الله ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ شفت بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ بدلعها بدلعها. اه الروزماري ده بيخليه طعم حلو للاكل. لسان البقري بيبقى طعمه حلو، بيخرج من جو بقى اللي هو الدهون والجو اللي احنا عارفينه. ايه اخبار الفرن؟ اللهم صل على النبي زي الفل تمام. درجه حراره الفرن عاليه. هاخد الصينيه الحلوه دي كده زي ما هي اهي اهي اهي. سمي بسم الله اهي في قلب الفرن. اللهم صل على النبي اهي. بصي لي عليها بصه كده، بصي لي عليها بصه. لسان بقري مع لسان العصفور بتكنيك عالي وخبره طهويه. الطريقه شفناها مع بعض، حمرنا وسوينا لسان البقري، وبعد كده خدنا لسان العصفور اتحمر وجبنا حله كبيره حمرنا اللسان البقري، وبعد التحمير نزلنا ببصله ونزلنا بفليفر من الروزماري، وبعدين خلطناهم مع بعض ودخلناهم الفرن. اهم حاجه اللغاليغو بتاعه اللسان البقري هي هنا ادتني الدهون وادتني الفليفر بتاع الشوربه. لسان البقري في الفرن بيتعذب مع لسان العصفور، عايز تشوفه؟ حاضر عينيا اهو. حاضر انا طلعته فوق ياخد وش. اللهم صل على النبي خلينا اطلعه. اه ده انا موسع له الدنيا هنا. اه بسم الله الرحمن الرحيم. صلي على الحبيب قلبك يطيب. العيد لحمه اوبا. ده ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا لسان العصفور عايز ينتقم من لسان البقري، يعني تلاحظوا ان هو عايز يطلع فوق. اه جرنش ده حلو. الحاجات المحرمشه دي بتحب الحرمشه زي الفل كده. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ طب نشتغل في الكبده. اول حاجه بنجيب سكينه حاميه، والسكينه دي حاميه علشان تنزل على الكبده كده تقطعها. وكعبات فلفل حار ده انا هستخدمه.